عموما على ذكر المنتخب وعلى ذكر لاعبتنا الدوليين، هينضم اللاعب الدولي المصري محمد صلاح طبعا نجم منتخب مصر وليفربول الانجليزي، هينضم لمعسكر المنتخب الوطني استعدادا لمواجهه تونس الوديه. طبعا المباراه دي مقرر ليها انها تتلعب يوم الثلاث الجاي ان شاء الله، طبعا في ضوء التحضير لضربه البدايه في تصفيات كاس العالم. فيتوريا كان قرر مسبقا ان هو هيريح محمد صلاح في مواجهه اثيوبيا وانه هيكون متواجد ان شاء الله في ماتش تونس الودي، وقال نصا فيتوريا انه سعيد باللاعبين في المعسكر وهو ما تكرر من قبل، وقال بكل صراحة اللعيبة كلهم مميزين وأدائهم كان مثالي، ومتأكد من أن حضور لاعبي الشباب والأولمبي، نتكلم عن منتخبي الشباب والأولمبي معنا، سيكون له مردود جيد على كافة اللاعبين، وبرضه احنا كمان هكذا نتمنى ان شاء الله. بص انا متوقعه ده جدا، يعني انا متفائله بالعام الجديد، العام الكروي الجديد، انا متفائله جدا سواء على مستوى المنتخب الاولمبي او المنتخب الاول او على صعيد الانديه المختلفه. كريم